قام سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفه نائب رئيس المجلس الاعلى للبيئه، نائب رئيس الهيئه العليا لنادي راشد للفروسيه وسباق الخيل، عضو المجلس الاعلى للشباب والرياضه بزراعه عدد من الاشجار في متنزه ومحمية العرين، حيث شارك في الفعاليه عدد من المسؤولين والموظفين. وتاتي زراعه الاشجار دعما لمبادرات خطه العمل الوطنيه لتحقيق الحياد الكربوني التي اعلن عنها جلاله الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وفي اطار تفضل لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باطلاق اسبوع الشجره بحيث يكون في الاسبوع الثالث من شهر اكتوبر من كل عام واكد سموه ان اطلاق اسبوع الشجره يعد حافزا للنهوض بهذه المسؤوليه الاجتماعيه ويعزز من تكريس ثقافه الامن البيئي في المجتمع من خلال تبني الممارسات الصديقه للبيئه ونشر المساحات الخضراء مؤكدا حرص المجلس على دعم الخطط والبرامج والمبادرات التي تشجع على نشر الثقافه البيئيه بالتنسيق مع جميع الجهات الحكوميه والخاصه وتعزز الحفاظ على الحياه النباتيه والطبيعيه